مليكة حتى انت زعما قصتك تتشابه مع كاع المغاربه اللي جاوا من ليبيا، عشتوا بزاف ديال المآسي وبزاف ديال المشاكل. عاودي لي بعدا علاش مشيتي لليبيا؟ انا مشيت كاينه اختي تما. اييه كاينه اختي، انا عندي جوج ولاد، عندي بنت وولد. قالت لي جي اختي تخدمي هنايا وصيفطت لي. وداكشي على انت هنا ما كان ما يدار، ما كاين خدمه، ما كاينش بحال هنا تما. خدمه تما الحمد لله موجوده، خدمه موجوده ماشي بحال هنا. مشيت عدا خدمت اين عام مشيتي فيها؟ مشيت 2003. 2003 كانت الامور بخير، كانت الامور بخير، كانت باقا الباخيره، باقا الدنيا زينه. نمشي ونجي ونمشي ونجي، وداكشي القسم الله نصيفطو للوالده ولوليداتي باش ياكلوا باش يقراو باش هادي. وانا تما خدامه، خدام كنخدم بالليل في قاعه الافراح، بالنهار كنخدم في مصحة الفتح، في مصحة في كلينيك. كنتي كدير الميناج؟ كندير الميناج والوقيتات اللي كيكون عندي كنخدم عند العيالات. كلشي كتخلصي مزيان على هذا الحساب؟ خلص مزيان الحمد لله، يوميا داخله يوميا. هنايا كناخذوا باريزيانه ب 24، تما 10 بربع ب 30 ريال. 10 ديال الباريزيان 30 ريال. 30 ريال ما يعني كيعطيكش وحده. كانت رخيصه. ما كيعطيكش وحده، كيعطيك 10، كيقول لك خذي خذي 10 الفردات، كتهزي 10 كولي كتاجري، ولكن الدو فابور ما فابور كتخسر الاجر. هنا خاصك اذا تهنيتي من الماو الضو اللي كنتي كتخلصي هنا. مهنيين منه. وبقينا خدامين بخير وعلى خير. عاد تجات كنتي درتي في ديك الوقيته ديال كما قلتي ليبيا كانت زينه والدنيا كانت بخير، درتي شويه ديك الساعه كتجمعي فليسات كتجمعي فلوس؟ الحمد لله، وكنت متعه وليداتي ومتعه امي، كنا بخير وعلى خير. نبرك نتوحش، ديت الوالده تبرك عندي شهرين ثلاث شهور حتى هي تجي ونصيفط مع داك الشيء لقسم الله، كنا بخير وعلى خير. اي عاودي لي على النهار اللي نط فيها. النهار هذيك الساعه كنت خدام في مصحة الفتح في الكلينيك، خدام من الليل حتى سمعت الفرمليات بيناتهم قالوا راه نهار 17 غادي يخطب القدافي. ملي قالوا غادي يخطب خطبت وخطب بحال كيكايا، حتى الغد ناضت الفوضى. فوضى ناضت، ما بقيتيش تقدري تخرجي، ما بقيتيش تركبي. فين مدينه كنتي بالضبط؟ كنت في طرابلس في معيتيقه، كنت حدا المطار ديال معمر، حداه من تمايا في الكتانيه كيعمروا الطيارات ديال الحرب وكيدوزوا، والله القسم كيوكا على الحيط كيوكا، ملي كيدوزوا كنحس به الدار كيوكا كتمشي وتجي وتجي، وكتسمعي في القرطاس ما تعرفي تهربي ولا تبقاي، ولا نبقاو نعيطوا بعضياتنا في التليفون، كيعطوك دقيقه ولا ما واصلاش صافي وكيسدوا. الساعه اللي تبغي تتصلي بشي حد ما كيشدش لك المكالمه. وكيفاش كنتوا كتعيشوا في هذه الاجواء ديال الرعب والتليفونات مقطوعين؟ الا فطرنا الا فطرنا ما نتغدوش، الا طيبنا الفطور ما كنشربوش، عاد سمعي ثاني طرطيق صافي ثاني كتحبسي. كانت الموت من اي جهه كتسناها؟ الموت ما كاين حتى باب محلول من جهتك، وماشي بحال بلادك غتخرجي غتفهمي غتخرجي عند شي حد، ما كاين حتى شي حاجه. واحد المره غادي انا واحد السيده مغربيه بغينا نسولو باش نجيو، هما يتلاقاو معانا، قال لك فين غاديين؟ الشرطه. قال لك فين غاديين؟ قلنا لي غاديين على المطار باش، قال لك من كتحلو وكتبار كاين، من كانت حاره قال لك بحالنا بحالكم، عاد ترجعوا لنتيرو فيكم. قلنا لي حنا غاديين غير شي ناس نوصوهم حقه على الاهل ديالنا باش نقولوا لهم راه حنا بخير. ما تقدريش تقولوا ما قبلوش ان الفكره انكم ترجعوا. لا ما ترجعيش. ومشيت انا وروني واحد الكوشه مخبازه باغا نشري الخبز، لقيت واحد الولد عنده 18 عام 20 عام كاين الزحام الصف، طلبت قلت له عفوا ولدي يعني بعد ديك الايام الزينه والخير وكل شيء موجود، انتم كديروا الصفوفه الصفوفه بالبون باش تاخذوا الخبز باش تاخذوا الخبز. قال لي انت منين؟ قلت له هضرت معاه قلت لي مغربيه، قال لي مري، قال لي من قدامي، قلت لي بيا، قال لي نعطيك الخبز زعما نزحم نعطيك الخبز يعني. اذا في اللحظه حسيتي فعلا بلي برانيه بصح؟ بقيت بالشويه بالشويه تخرج من وسط ليبيات، وليت كلي نترعد. مشيت دخلت. اذا هذا اول حق هو الخبز؟ هو الخبز. تحرمتي منه؟ ها ما عندنا فلوس باش غتشري؟ اش غتشري؟ علاش مثلا كما قالت نعيمه الانسان كيدير فليساته في الدار ذهبوا هاد الحويجات ما كنتيش انت دايره بدوير الزمان مثلا في البنكه عندك فليسات؟ لا ما حطيناش، ما نسحبوش الوقت غتبدل لينا كيكو، قلنا زعما هذاك هو المقر ديالنا، جاب لنا الله فين نعيشوا بخير وعلى خير. يعني من ساعتك ما عندك سريال؟ من ساعتنا والله القسم جينا طوال، الباخره اللي خرجينا فيها.
واخا عاودي لي على الصور ديال الحرب والعنف اللي كنتو كتعيشوه تما، وهاد الشرطه مثلا قلتي لي الشرطه تيقول لك اما ترجعوا، يعني كنتو ما تمشوش ما تمشوش. وعلى الجيران تما اللي كاري عنده الحوش يقول لك في الغادة، قولي غدا نشري واحد الدكان حانوت فيه وفيه جيبي يحضيك، زدت لشي بلاصه يعيطوا في التليفون ما يمكنش ما تخرجيش ولا زديتي شي حاجه يعرفوك خارجه، وخلينا لهم كلشي وخرجنا حنا العار عا نخرجوا عام لقينا منين نخرج. النهار اللي فكرتي انك تسمحي في كلشي وتزيدي في حالتك عاودي لي على هذاك النهار ومع من مشيتي وكيفاش حتى خرجتوا من هذا الحصار. عاودت كاينه بنتي في قبط في مدينه، وكاينه اختي في مدينه، وكاينه انا في مدينه، كنبغي نتصل ما بغينا نشوفوا بعضياتنا ما قدرناش، ما تقدريش تمشي تسحب الركوب اللي تركبي منه ما كتخافي معاه طاكسي كتخافي منه ما تقدريش يعرفوك اجنبيه ما كتخرجيش. وكي درتوا حتى خرجتوا؟ اش كان درنا كي خرجنا مشيت عند واحد السيده مرت واحد السوداني مغربيه بقيت باركه عندها 3 ايام وكانت تصل في التليفون وخوها كاين في المغرب كيتصل بينا حتى هو كيقول لك راه دازت الباخره المصراطه وبصح وشلنا في التلفازه هي هذيك. قلت لها شنو غديري؟ قالت لي شنو؟ قلت لها غنخرجوا ليها ليها. خرجنا لقينا واحد الطاكسي شديناه وصلنا للميناء قال لك راه اليوم مع 6 غادي يكون الركو. واختك وبنتك شنو دارتو؟ ما شفتهمش يعني كل واحد ديك الساعه تيقولها راسي يا راسي ما تشوفيهمش. كل واحد ما تشوفيهمش ما كتشوفيهمش كون غتشوفيهم التليفون كتبغي كيصيفطوا لك الفلوس في التليفون باش تهضري ما وني ما كتشوفيهمش شكون غتشوف؟ جينا كي كطوالات غادي تمدرقات بحال شي شفارين بحال ما بقيناش كاع ديك اللي دوزناها واللي شناها وداكشي والعز ما بقاش ولينا بحال شي شفارين ولا شي ارهابيين ولا شي براني باين براني فعلا حسيتو بلي انتم برانيين ماشي بلادكم. ايه والله القسم خدمنا ما تخلصناش الان وني كلشي سد وليتو كتقلبوا غير وبغينا غير نزهقوا غير نشموا بحال باغا تشمي الهواء بغينا ينزهقوا غير فين البلاصه البارده نديروا ولكن ايوا في الاخر كيفاش حتى خرجتي بحالاتك ورجعتي؟ خرجت قلت لك عند السيده خرجت عند السيده 3 ايام وانا عندها قلت لك واش غديري اختك وهذه قلت لها من اش غندير لهم؟ قلت لها ما كنتصلش بهم انا قلت لها كنعيط ما نتصلش بهم هي هذيك مشينا هزت هي وليداتها وعاونتها عندها 3 مشينا قال لك مع 6 العشيه غتكون الباخره الباخره ما جات حبسوها ما خلوش تدخل ما جات حتى 12 الليل وحنا باركين تما ودخلوا علينا الليبيين حتى الميناء. المراه اللي عجبتهم ولادها كيقولوا لها اجي صحه هكذا وحنا مخشيين تحت الشرطه ديال الليبيين. شحال كنتو نتوما ديال المغاربه؟ اش نقول لك جينا شي 2400 عيالات رجال عيالات رجال وليدات شنو نقول لك واحد كرفيسه كلشي جيتو كما كيجيو كاع الناس من الديار جايين بالشواط وحنا نعرفوا المغاربه ملي كيرجعوا ولا جيتو طوال؟ جينا طوال الحوايجات اللي لابسين لاصقين علينا والله الا هاد البلاصه كلها جات موسخه من هنا غير مشيتو طوال رجعتو طوال مشينا طوال ورجعنا طوال. ولكن على الاقل فزتوا بروحكم والانسان غير بروحنا يكذب عليك الكاذب اللي يقول لك جاب شي حاجه وجمع شي حاجه ما كاين حتى شي حاجه كذب عليك الكاذب. قولي لي نعيمه قالت لي باللي كاين الناس اللي كانوا شادين الباسبورات هما ما عارفينش راسهم شكون هما، الناس مصدومين، الناس مخلوعين، ما راضيينش يرجعوا، ما باغينش يرجعوا، كل واحد عاودي لي على بعض زعما الناس هذيك 2400 اللي كنتي معاها كيفاش كانت تعيش ديك اللحظه ديال تخرج؟ كل شيء اللي كنعاود لهم كيعاودوه لي، كل واحد جاي من مدينه. كل شيء بحال بحال كل شيء جاي طويل كل شيء مصدوم كل شيء جاي مكمد كل شيء جاي خايف. ما شهدنا تركبنا الباخرة عاد ركبنا ما ركبنا سمعنا من النقنق قال لك غادي يضربوها تما زادت الباخرة الباخرة حتى هي كانت غتضرب كانت غتضرب وما دارش المازوت حتى الطاليان الساعة اللي وقفنا في الطاليان وقفنا ليل ونهار وحبسوهم صحاب الطاليان قالوا لهم غتحطوا لنا حراقة وعاد اتصلوا بسيدنا وعاد بصيفت سيفطوا لينا إيه تعتبرتوا نتوما حراقين؟ اه وعاد اتصلوا وعاد عطاوه المازوت وعاد جينا ركبنا الحد والاثنين والثلاث والاربعه والخميس والجمعه مع الظهر عاد وصلنا عاد وصلنا لطنجه. نعم واخا مليكه مازال نرجعوا كيفاش رجعتوا لطنجه وكيفاش الحياه ديالكم دابا كيفاش كتعيشي دابا من بعد ما رجعتي من ليبيا شنو لقيتي قدامك عائلتك واش هزاتك كما كنتي هزاها ولا لقيتي التخلي والانسحاب العائله؟ عيطوا عليا كيقول لي جي كنقول لهم فاش غنجي جي فاش غنجي جي من اللي جيت عائلتك عائلتي من اللي جيت كاينه الوالده باقا الوالده جيت عند الوالده نيشان
كنت حنت انا مستقره معها. ملي جيت الشهر الاول الشهر الثاني الشهر الثالث بنادم قلب عليك، سير قلبي على راسك هكذاك. وانتي كنتي هازهم سنوات؟ كنت هازهم في سبيل الله. وملي جيت مرت مرتي بداك الشيء اللي عشتي وشفتي هذاك، بقيت كنقول شوف كي ندمت، قلت بحالي بحال اللي يبين كيما قالوا كون بقيت تما. ندمتي حيت جيتي؟ جيت ما حنت ما الفرصه ما بقاش غتعاود لي. لا واش كنتي كتوقعي انك الا هربتي من ليبيا وتعتقتي بروحك غتجي تلقاي شنو كنتي كتصوري بلادك تتوجد لك عائلتك تتوجد لك؟ قلت زعما غادي يهزوني غادي يهزوني انا وليداتي عاتي يصوب الله. من جيت ما هزك حتى واحد، ما اللي جا كيجيب عشاه ياكلوا معاك وكيمشي الله عاون وعاون. كيجيو يشوفوك ويمشيو؟ يجيو يطلعوا يجيبوا عشاه يتعشاو معنا ويمشيو، ولا يتغداو معنا ويمشيو. وبحال يهزو معاك ولا يعاونوك ولا تما كتين. الحمد لله يوميا مدخله، يوميا كتدخلي ماشي كتخرجي، يوميا كتدخلي وكتخرجي ماشي بحال هنا. ندمتي؟ ندمت. واخا زعما هنا حبابك وعائلتك وبلادك تما زعما كاين الامان والطمأنينة ماشي بحال البير رايضه كاين كل شيء، ولكن بحال تخدمي وتعاوني راسك وهادي ما كيعقل عليك حتى شي واحد. هنا في المغرب راسي مازال تمايا المغربيات كيساعدوك، عرفوك ما خدامه شي عيطوا لك يجي يكون هاد الخدمه كاينه هادي، عيط على الكمره كتحنوا بعضياتكم كتعيط على الكمره تعطيك 40 دينار 40 دينار راه كدير حتى 5000 ريال ضربي ساعتين ولا شنو كتجيب حالاتك. وخاصهم معايا يلقاوك الخدمه الحمد لله موجوده تمايا ماشي بحال هنا. ايوا ما فكرتيش ترجعي في حالاتك لتما؟ ما كرهتش نرجع. وشنو كيمنعك؟ منعني دروكا داروا الفيزا اول مره، ثاني مره الطياره باش غتمشي باش عاد دوك انا كان دي باني كنصيب الحلوى مره باقي الكليان كاع اللي كانوا عندي مشاو. هادشي علاش قلتي ندمتي كون بقيتي تما مصيرك من مصير الليبيين؟ مصيري مصير الناس، مالهم هذوك الناس اش وقع عليهم؟ كانت مكتبه شي حاجه بحال تم بحال كيما قالوا لي المغربيين، قالوا قلتي لاش غادره بحال هنا بحال تم. وبقاو الناس تما؟ وبقاو الناس. كاين اللي فضل يبقى تما وسط الحرب واللي ليها ليها؟ اختي جات بركت شهرين وما قدرتش تعيش هنا. ورجعت قبل ما يموت المعمر ب 22 يوم بركت 22 يوم وطلعت لتونس، من تونس عاد شدت هبطت ليبيا. علاش هي فكرت ترجع قالت كنبقى مكرفسه بحالك بحالي؟ راه ما قالت لي انا نزع راسي بعدا نمشي بحالاتي ومشات وتحمد الله دابا. وسط الحرب رجعتي؟ وسط الحرب باقي ما ماتش ب 22 يعني يوم. عارفه الحرب تما عارفه المشاكل كلها ورجعت وغامرت قالت لك اللهم نغامر ورجع تما وما نبقاش في المغرب. قلت كاش غير تما كل شيء رخيص، الجبنه الفرماج المشروب تمشي تخدمي في الساله كتجيبي ماكل ثلاث ايام ماشي يعطوك الشيطان والو كيهزوك بلاصه يهزو كل شيء يعطوك داك الشيء ماشي بحال هنا. اش كاين؟ شنو تبدل في حياتك دابا؟ تبدلت مرت دابا ما كنعش نعس بالدواء، دوزت واحد الدكتور 5000 ريال كل 20 يوم خاصني ندي 5000 ريال. إذا رجعتي بليبيا جيتي طويلة ولكن جبتي معك المرض؟ جيت معايا المرض ولكن كنت حاطة شي رزيق ولكن هذاك الرزيق راه كنصرفو كنصرفت أنا كمل دابا. داكشي اللي كنتي كتصيفطيه هنا للمغرب كملتي؟ كانت حطوا لي الوالدة في البوسطة ولكن أنا كملت والمرض دابا متبعة طبيب نفساني ما كنعس ما والو. بعض المرات كطيح عليا يدي. والحمد لله هادشي القسم الله. نعم.